شكرا. نروح للسبوره. يلا مش ماشيه خالص السبوره مع اللحظات الانسانيه دي، مش ماشيه مع بعضيها، بس ماشي. يلا بينا. يلا حبيبي، يلا بينا. الخطيب طلب مني الانسحاب من جلسة اتحاد الكرة بعد بيانه في أزمة كهرباء، نعم أم لا؟ أكيد كابتن الخطيب لما بيبقى تحد يمثل النادي الأهلي بيبقى عارف كويس قوي يعني هيتحمل مسؤولية إزاي. أكيد لأ طبعًا، لأن هو أنت موجود عارف قيمة النادي الأهلي كويس، هو واثق فيه كويس قوي، اللي أنت هتعمل اللي يفيد النادي الأهلي ومصلحة النادي الأهلي فوق أي حد. صحيح. بلا خد بالك لو اي سؤال من الاسئله، لان السبوره اصلا فقره ساخنه، فاي سؤال يسبب حرج قول لي لا تعليق، اتفقنا؟ كهربا يتعرض لمؤامرات مستمره لعرقله مسيرته مع الاهلي، نعم ام لا؟ بلاش مؤامرات، يتعرض لضغوط لكن عليه مسؤوليات ومتهيألي هو قد المسؤوليه الفتره. يبقى نعم. نعم. يعني بلاش مؤامرات، بلاش كلمه مؤامرات، ماشي. نرحب بالتعامل مع الزمالك في اي صفقات مقبله، نعم ام لا؟ في حاله استقراره. طبقا للاتفاق انت النهارده نادي الزمالك لازم نقف كلنا جنبه عشان يبقى عنده حاله استقرار، بس بلاش التوازنات تيجي على مصالح ناس ثانيه. هنقف جنب الناجح وهنقف في استقرار الزمالك، ولكن بلاش تيجي على حساب الناجح. صحيح. انتوا في الفتره دي مراعين الحاله اللي فيها نادي الزمالك، لازم، لان في الاول لا تعاقدات لا دخول في اي شيء مع نادي الزمالك. خلينا نتفق ان دي صناعه وصناعه كره القدم، مش من مصلحتك اللي الزمالك ما بقاش موجود، بالعكس انت عايزه منافس قوي عشان تبقى توصل نهائي افريقيا قوي، وفي الاخر برضه ربنا يكرمك. ده كلام محترم، ده كلام محترم. اللي بعده. رمضان صبحي تلاعب بالاهلي لتحقيق مصلحته الشخصيه، نعم ام لا؟ لا، هو يسال عليها. هو يسال عليها، ماشي. علي. اللي بعده. شريف اكرام السبب الرئيسي في اقناع رمضان بعدم البقاء في الاهلي، نعم ام لا؟ نفس القصه برضه، لما هم يسالوا مع بعض يعني. ماشي. اللي بعده. شريف اكرام قد حمله رفض تخفيض العقود في ازمه كورونا، نعم ام لا؟ ده كابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي يسال عن القصه دي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره هو المسؤول، احنا عمل مؤسسي، مدير النادي ليس له علاقه بالكوره، ما الكوره هي مع مدير الكوره وليه رئيس النادي كمفاوض من قبل مجلس الاداره. عندكم ترتيب انتوا في الامور دي؟ مفيش هزار فيها. على بركه الله كده فقره السبوره اتضربت. لا ليه؟ يلا. لا. اللي بعده. خطيب رفض اقاله اكرام الشحات من منصبه بقطاع الناشئين بعد ازمه شريف رمضان، نعم ام لا؟ مبادئ النادي الاهلي ما بتتجزاش، ومبادئ النادي الاهلي هي اللي بتصير دايما. نعم. ماشي. اللي بعده. لاسارتي لم يكن على مستوى الاهلي، نعم ام لا؟ مفيش مدرب جه النادي الاهلي مش على مستوى النادي الاهلي، ولكن ممكن يكون خلافه التوفيق وما حققش طموح النادي الاهلي. ماشي. يبقى لا. لكن لو هو مفيش، لا ما يعني ها. كل المدربين بيجوا على مستوى النادي الاهلي وبيبقى في اختيار جيد ليهم، لكن هو لم يوفق. ماشي. ولم يحقق طموح الجمهور، وبالنسبه لك انت جماهيرك امن من اي حد. ماشي. اللي بعده. فايلر كان يرغب في البقاء بالاهلي وزوجته السبب الرئيسي في الرحيل، نعم ام لا؟ تقريبا نعم. نعم. اللي بعده. مجلس الخطيب رفض اقتراح عوده جوزيه لتدريب الاهلي، نعم ام لا؟ انا ما تاليش كان معروض، لكن كابتن مانويل جوزيه ده قيمه وقامه كبيره جدا، ما كانش معروض الموضوع، ما تاليش اللي هو اتعرض اصلا، ولكن احنا بنحب ناخد رايه طبعا، وانا بتابعه لما بيطلع يتكلم عن النادي الاهلي. كابتن مانويل جوزيه تاريخ مع النادي الاهلي. صحيح. اللي بعده. الاهلي اتاخر في اتخاذ قرار الاستغناء عن صالح جمعه، نعم ام لا؟ لا، لان الاهلي يعني في قرار جهاز فني، في لجنه تخطيط، في ناس مسؤوله اللي بتختار الوقت الصح. يعني من وجهه نظرك الوقت الصح، في اختارهم الوقت الصح. ماشي. اللي بعده. عبد الله السعيد طلب الاستمرار في الاهلي بعد توقيعه للزمالك والنادي رفض ذلك، نعم ام لا؟ ده موضوع خلص من زمان، ده مقفول. ده من زمان اتقفل. قالوا مقفول. ماشي. اللي بعده. الاهلي ظلم حسام عاشور، نعم ام لا؟ مفيش، الاهلي ما بيظلمش حد. الاهلي ما بيظلمش حد. الاهلي الحمد لله رب العالمين، يعني عمره ما ظلم حد وبيمد ايده لكل الناس. يبقى لا. اللي بعده. السوشيال ميديا تتحكم في قرارات مجلس الاهلي، نعم ام لا؟ السوشيال ميديا لها احترامها، ومجلس اداره النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي بياخد منها ما يفيده، لكن لا تتدخل في القرارات. بدليل السوشيال ميديا بتهاجم اعضاء مجلس او حصل ضغط عليك طوال الفتره اللي فاتت، اما كان عندك افاق كان بيحصل ضغط عليك، اخدت منها ايه؟ ازاي هطور نفسي، وازاي انت بتخش السوشيال ميديا بس، انت بتاخد كل اراء الناس. اللي بعده.
احمد فتحي طلب الاستمرار في الاهلي بعد توقيع البيراميدز، ده حصل ولا لا؟ ممكن سيد عبد الحفيظ هو اللي يجاوب على السؤال. انت ما تعرفش؟ انا ما اعرفش والله، ولا حتى مش على الصعيد الاداري ولا مش على صعيد الفضول، ما انت اهلاوي يعني. لا، وعلى صعيد الفضول لا، لان انا بالنسبه لي انا كاداره تنفيذيه بنفذ ما يطلب مني فقط لا غير. ما بحبش ادخل في شغل حد يعني. ماشي، في الاخر اللي بيسيب النادي الاهلي بيبقى زعلان. ماشي، اجابه برضو دي اللي بعده. اختيارات: صفقه لم تكن على مستوى الاهلي من وجهه نظرك، جيرالدو، بادجي، سليف كولوبالي. انت بتسال اسئله كمشجع. كمشجع يا فندم. اسئله ما انا كمشجع حاجه ورايي الشخصي حاجه، يوم ما اسيب مدير النادي واقعد معاك اقول لك رايي في الكوره، لكن في الوقت الحالي انا مدير تنفيذي النادي الاهلي. عليا مسؤوليات. ماشي. وليا واجبات ما بتدخلش في ده مش من حق اللي انا اتكلم فيه. واتمنى برضو كمشجع، انت النهارده عندك جهاز فني موجود، عندك اداره موجوده، عندك ناس انت من حقك تقول رايك. لكن الكلام ده ما بيوصل للاعيبتك انت بتهد لاعيبتك. فاهم؟ انا النهارده ماتش المقاولين والنادي الاهلي كان ماتش قوي جدا. كابتن عماد النحاس مدرب قوي جدا. أيوة. كابتن محمد يوسف ابن النادي الاهلي مدرب قوي جدا. احنا بين الشوطين حصل هجوم غير عادي. كسبنا الماتش وخلص الحمد لله. رب هم اللي بيهجموا علينا، هم اللي يعني يا جماعه هي الكوره كده. بس جمهور النادي الاهلي طموحه كبير جدا. بس خلي بالك ممكن طموحك ده يهد فريقك. لازم انت دايما بتقف مع الفريق وبندعم. ما بقولش ان انت تدعم وتقول في الغلط. بتتكلم على اللعيبه. بتكلم على اللعيبه. ده بيوصل له. واقف جنب اللعيبه بيوصل له. فاهم ازاي الكلام ده؟ ماشي. مش عايز تجاوب. لا اصل ده مش انا ما اقدرش افتي. ماشي الكلام. ماشي. ايه اللي بعده؟ انا مش هناكل عيش النهارده. لا ليه؟ ملف تجديد فايلر. خطأ من لجنة التخطيط، فايلر هو من صمم على الرحيل، أزمة كورونا هي السبب في عدم التجديد. لا أزمة كورونا طبعًا. أزمة كورونا. أزمة كورونا. ماشي. اللي بعده. التحكيم في الدوري عادل، مجامل للأهلي، مجامل للزمالك. لا بص، هو في مشكلة للتحكيم في التحكيم من فترة طويلة، ولا يسأل عليها اللجنة الحالية ولا يسأل عليها اللجنة السابقة، ولكن مشكلة لازم كلنا نقف فيها. بدليل الأهلي بعت خطاب للجنة، والزمالك النهاردة بيقولوا بعت خطاب، وفرج بيعمل عنده مشكلة، نادي سموحة عنده مشكلة، يعني في مشكلة. عنده مشكلة. في مشكلة. في مشكلة. خلينا نقعد ما نبقاش عاملين زي النعام، وخلينا نقعد نشوف المشكلة نحلها لصالح الرياضة. بلاش لصالح التوازنات، خلينا نحلها لصالح الرياضة. ماشي، حلو الإجابة. اللي بعده. حلم مجلس الأهلي الأقرب للتحقيق إيه؟ استاد الأهلي، ولا افتتاح أكاديميات الأهلي في أفريقيا، ولا تأسيس شركة كورة للنادي الأهلي؟ أنهي واحدة من الثلاثة؟ أنا متهيألي 2 و3 إن شاء الله بإذن الله. 2 و3 أكاديميات وتأسيس شركة. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. اللي بعده. لاعب فشل في استثمار فرصته مع الاهلي، الشيخ صالح جمعه ولا وليد ازارو؟ ده بصفتي مشجع. ماشي. او بصفتي انا بحب اتابع وكنت بحبه جدا يعني. ماشي. يمكن صالح جمعه ما عرفش يستثمر، لان صالح جمعه موهبه فما عرفش يستثمر وجوده مع النادي الاهلي. ماشي الكلام. اللي بعده. افضل لاعب في مصر في الوقت الراهن، افشه ولا عبد الله السعيد ولا امام عاشور ولا اي اسم رابع مش موجود قدامك؟ القاضيه ممكن. القاضيه ممكن، ده اللي هو افشه يعني. ماشي. اللي بعد. من الاقرب للفوز بالدوري الموسم ده، الاهلي، الزمالك، بيراميدز؟ شوف النادي الزمالك تاني فريق كبير، النادي بيراميدز فريق قوي، ولكن الاهلي ان شاء الله باذن الله بطل الدوري في عدم حاله وجود توازنات او تدخلات خارجيه. تاني كده نادي الزمالك فريق كبير. ماشي. ونادي بيراميدز فريق كبير جدا. ماشي. النادي الاهلي ان شاء الله بطل الدوري في حاله عدم وجود تدخلات او توازنات خارجيه. في توازنات وتدخلات خارجيه؟ ما نخش على طول على السؤال اللي بعديه، احنا قلنا الكلام. ولا عايز نفضل نفتح؟ ماشي الكلام. اللي بعده. اللي بعديه على طول. ماشي. اكتر اهلاوي تتواصل معاه، عماد متعب ولا سياده النائب حسام غالي ولا كهربا؟ طبعا كهربا. لاعب انا بحبه على قلبي جدا، ولكن هو ما ينفعش اتواصل معاه لان هو عنده مدير كوره بتواصل معاه، فلو في اي حاجه بيبقى من خلال كابتن سعد عبد الحفيظ. اما كابتن عماد متعب وكابتن حسام غالي النائب. حسام غالي ربنا يوفقه ان شاء الله في مهمته الصعبه جدا، الاثنين طبعا قيمه وقامه بالنسبه لي، وانا بدعي لحسام غالي ان شاء الله يبقى بيمثل الرياضه المصريه في مجلس النواب بشكل كويس. الاثنين يعني انا ممكن كابتن حسام بقى لي فتره ما اتواصلش معاه، هو الاقرب كابتن عماد متعب بقى في المناسبات يعني. اللي بعده.
زملكاوي كنت بتتمنى رؤيته بقميص الاهلي حسن شحاته فاروق جعفر حازم امام الكبير من كتر حبك يعني او تقديرك ليه. طبعا كابتن حسن شحاته وكابتن محمود الخطيب اتنين في زمن الاخلاق يعني كابتن صحيح. محمود الخطيب وكابتن حسن شحاته ياخد ايده يروح عند مدرجات جمهور الزمالك وكابتن حسن شحاته ياخد ايده يروح عند جمهور النادي الاهلي يعني دي كانت في الرياضه وكان ساعتها زمالك واهلي وكابتن فاروق جعفر طبعا راجل قيمه وقامه لكن انا كجيل انا كنت اتمنى كابتن حازم امام يعني الكبير طبعا كان يبقى موجود في الاهلي باخلاقه بلعبه بفنه يعني بيختلفش عليه حد ما بيختلفش عليه حد لا شخصيه نظيفه جدا شخصيه جميله جدا وبرده ربنا وفقها مع كابتن حسام غالي كنائب في البرلمان لان هم عليهم عيب للرياضه المصريه. اللي جاي اخر سؤال قررت تتمنى اتخاذه مستقبلا الترشح بانتخابات الاهلي الترشح باتحاد الكوره العمل في الاتحاد الدولي انا شايف كدر نضج كده واستوى. اولا نعم. اللي بيتكلم عن ترشح انتخابات النادي الاهلي لا يمت او ليس له علاقه بالنادي الاهلي بصله. ليه؟ لان ما حدش بيتكلم يعرف النادي الاهلي وانتمي للنادي الاهلي هيتكلم عن انتخابات قبلها بسنه. ماشي. انتخابات النادي الاهلي تتكلم حضرتك عليها بتحب النادي الاهلي تبقى قبلها بشهرين وماكسيمم ثلاث شهور وفي مسؤولين هم اللي بيحددوا. كمان. مش محمد مرجان نفسه كلنا نفسنا. تاني الحاجه الثانيه انا عندي لائحه اسمها لائحه النظام الاساسي. لائحه النظام الاساسي بتحكم المدير التنفيذي سنتين في حاله رغبته في الترشح لمجلس الاداره يكون ساب المنصب بقاله سنتين. اوكي. يبقى منين انا النهارده اترشح؟ وكل ده انت في الاخر في مكان يا ابراهيم اشتغل فيه، ابذل جهدك وابذل اقصى مجهود وادعي ربنا يخرجك منه على خير الناس تبقى فاكراك بالخير. هتشتت نفسك وتفكر من حقك يبقى عندك طموح وتطلعات ولكن خلي جهدك ومجهودك ربنا سبحانه وتعالى وحده هو اللي يكلله ليك بالنجاح وربنا هرجع تاني هقول لك ربنا خرجنا منها على خير.